بالفعل يعني الهيئات قدمت مؤخرا لولايه الامن السيد ولي الامن ديال اكادير بشكايه بخصوص انتشار عدد كبير من الحراس الوهميين في عدد من المواقف او شوارع المدينه. هذه الشكايه جاءت بنا بعدا على معاينه ديال العديد من الحالات في عدد من المناطق في مدينه اكادير يعني الضواحي ديالها اللي كتلقى يعني وجود عدد كبير من الناس اللي كينتحلوا صفات ديال حارس سيارات وكيتخلصوا عند الناس، في حين حنا كنعرفوا بان مدينه اكادير هي من المدن السياحيه اللي عندها قيمه ومكانه كبيره في هذا المجال من المدن المغربيه، عندها دور كبير يعني في كحاضره من الحواضر المغربيه، ولكن للاسف رغم ان جلاله الملك يعني اعلن على مشروع ديال التنميه الحضاريه ديال هذه المدينه من اجل اعاده يعني التنميه ديالها وبواحد الطريقه توازي يعني التطور اللي كيعرفوا المغرب بواحد البيدجي اللي هو تري امبورطون، وعندنا رئيس الجامعه اللي هو رئيس الحكومه في نفس الوقت واللي كيصر على تطبيق القانون سواء في المجال الاداري وفي المجال الحضاري ديال المدينه، وعندنا مشروع اللي قلنا ملكي اللي فيه من 2020 حتى 2024 هذه السنه غادي ينتهي ومقبله على عدد من يعني التظاهرات الدوليه الرياضيه خاصه كاس العالم وكاس افريقيا السنه المقبله. كنلقاو انتشار ديال هذه الظاهره، يعني اذا كان هذا البرنامج ديال التنميه ما كينعكس على جميع الشرائح، كيفاش الناس كيجتمعوا وكيجلسوا وكيناقشوا؟ عندنا الولايه العامه الولايه البلديه المسؤولين الامنيين وغيرهم من اجل تنميه المدينه يوميا كيجلسوا لربما شهريا ولا ربما اسبوعيا، وهذا وعندنا تبارك الله ما يكفي من الناس ديال الامن اللي عطونا الاخبار شكون اللي فراسك حنا ملي شكينا بعدا خصكم تعرفوا ملي شكينا اول واحد كيتحرو فيه هو حنا، شكون نتوما وهذا وشنو واقع علاش عيطوا علينا؟ وهذاك السيد هذاك رجل الامن الوهمي اللي جالس قدامهم كاع ما سولوا فيه، حتى كنقول لهم عاد مشينا ودرنا محضر وعاد درنا هذه الشكايه في لو 15 تقريبا في المواد افريل، وراه لحد الان راه مازال ما كنشوفوش التفاعل الحقيقي ولا ما تلقيناش يعني واحد الروتور بعدا على التقدم ديالها باش نعرفوا فين مشات، وحنا كنتمسكوا بان هاد الناس راه ما خصهمش يبقاو، راه ما يمكنش حنا الدوله المغربيه او ولايه ديال اكادير ولايه ديال اكادير بنفسها خصها تحصي دوك الناس، حنا ما بغيناش لهم الضرر بيان سور، ولكن ما بغيناش الناس اللي هما في حاله يرتلها كيقتاتوا من الناس اخرين اللي هما اصلا بواحد الطريقه غير قانونيه، وكيقول لك كيحبي السيارة دابا السيارة كريتي للضربات، شكون اللي غادي يعوضك؟ هذاك السيد اش عنده ما يعوضنا؟ ما عنده ما يعوضك، يعني السيد كتخلصوا بواحد الطريقة اللي هي غير قانونية وبعض المرات تحت الإكراه وتحت الضغط وبعض المرات شي وحدين كيسبوك، ما غاديش نقول كل شيء يوم ولكن كاين ناس فيهم، ولكن حتى ديك الكرامة ديال الإنسان خصها تحترم، ففين هي هذه الولاية في برنامج ديال التنمية باش تنمي دوك الناس؟ فين هي الجهة ديال أكادير؟ فين هي فعلا ولاية الأمن؟ هادو كلهم معنيين، راه ماشي غير ديك الشكاية السيد ولي الأمن، هي بوجه جميع هاد المؤسسات بأن فينكم؟ واش ما كدوروش معنا في أكادير؟ واش ما كتشوفوش معنا شنو كاين؟ واش حنا بوحدنا اللي غنشوفوا؟ راه ما يمكنش نستمروا بهذه الطريقة بعدا، أولا يعني الهيئة ديال الوطنية لحماية البشرية في إطار الأدوار ديال النقل وتقديم الشكايات والتظلمات ومواجهة أي خرق وأي فساد، راه خصها تلقى واحد بجانبها واحد المؤسسات ومسؤولين صراحه مسؤولين في دوك المؤسسات كيف قدروا المجهود ديال هاد الناس، كنخلو من وقتنا ونخلو من ونخلو من 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 التزاماتنا سواء الشخصيه والمهنيه ونمشيو في اتجاه الحمل الجمعوي ونخسروا من جيبنا ما كدعمنا لا دوله ما حتى شي حاجه، وفي الاخر ملي جيت انت كمسؤول كتخلص من الدوله وعندك امكانيات وبعض المرات دي سالير كبار وما كدير والو، راه عيب هاد الشيء، راه ما يمكنش وحنا دابا دازت على الشكايه غدا واحد 15 يوم، راه ما يمكنش يبقى بحال هكا كنشوفوا هذا الشيء، وإلا كيشكيو لنا وعدا كاين واحد الحمله وكاين واحد التنديد منذ أكثر من سنتين دابا ولا غير في الوسائل التواصل الاجتماعي على هذه المشاكل هذه، بل أنا نضيف لك بأن جاتنا اتصالات ديال مدن أخرى بما فيهم مراكش وغيرها اللي كيقولنا ما كرهناش هذه الشكايه تحطوها عند ولي الأمن ديال مراكش، واحد كيحطها عند أتيف ديال الدار البيضاء، أسيدي زوي حنا ولينا غادي نصيفطوا شكايه عاوتاني للمدير العام ديال المديرين الامن الوطني باش اولا نثيروا انتباه ديالو حول التقدم ديال الشكايه ديالنا، وثانيا باش نطلبوا منه هو فعليا انه يتجاوب مع الانتظارات ديال المواطنين المغاربه، لان حكمه امنيه
وتنزيل ديال الهدف 16 اللي هو كيقول مؤسسات قويه والعدل لا احد يهمش، فخص معالجه اولا ديال محاربه. واش دابا كنشوفهم كيمشيو يريبوا لعباد الله ديور كيقول ما عندكش رخصه، كيفاش بنيتيها؟ وواحد جالس كيهزل كيجريسي في الناس كتفرج فيه، اش هاد السلطه كتشوف غير هاد الجماجه ما كتشوفهاش؟ راه ما يمكنش، راه عيب. القانون كيطبق بامتيازيه وحنا اللي ولاد لهاد البلاد، وكنقول لكم راه كاين مشكل ما كتبعنيش، وهادو كاين شي حاجه اخرى. يعني الولاء ديالك ماشي كاين شي حاجه ماشي هذيك. فاليوم انا كنقول لك غادي نوجهوا رساله على المستوى الوطني، يعني على اساس كندوا بهاد الممارسات اللي هي مرفوضه، وابناء هذا الوطن يلقاو لهم شغل اخر ويحصيهم خارج هذا النطاق. لان بهذا النطاق لا نحفظ كرامه هذاك السيد اللي كيتخلص عند الناس، ولا نحفظ احترام دوله الحق والقانون بهذا المستوى، خصوصا ان مستقلك حنا على ابواب تنظيم عدد كبير من التظاهرات الدوليه، وهذا الشيء ما بقاش كيشرفنا باش يبقى مستمر الى يومنا هذا.